وبعدين؟ ليه يا رشدي؟ مصلحة. مصلحة مين؟ مصلحة البلد. بقت حاجة غريبة أوي يا رشدي. كل واحد يعمل مصيبة دلوقتي يقول لك مصلحة البلد. مصيبة؟ اللي إحنا فيه ده مصيبة؟ كنت فين أنت من 10 سنين؟ إحنا ما كناش بنسمع هنا غير صوت الرصاص. كنا بنحارب الحرامية وتجار السلاح وتجار المخدرات والإرهابيين. كان الضابط اللي يطلع دماغه بس بره المدرعة يبقى انتحر. كانت الأرض مسقية بدم الضباط. تقول لي مصيبة؟ بلاش الطريقة دي، ما تبررش. ما تبررش؟ إحنا كنا في حرب. النهاردة إيه؟ عيل مجنون ومعاه شوية عيال مجرمين وهنخلص عليهم كلهم، ده لعب عيال ده يا حبيبي. عملت أكبر تاجر سلاح ومخدرات في البلد كلها وتقول لي لعب عيال؟ أنت عمرك سألت نفسك عن فكرة الصاعق؟ صاعق الحشرات. ضوء بيجذب الحشرات اللي بتدور على الدفا، تقرب 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 وبعدين تموت. أنا عملت منصور الحفني وخليت الجزيرة متوى لكل المجرمين اللي بيدوروا على الأمان، ودلوقتي إيه؟ عارف يا رشدي، زمان لما كان ابويا يغلب معايا ويحاول يقنعني بحاجه انا مش مقتنع بيها، عارف كان بيعمل ايه؟ كان بيجيبك انت وعشر دقايق بالظبط وابقى مغير رايي مقتنع تماما. بس دلوقتي خلاص انا بطلت اخد رايك. عارف ليه؟ عشان اكتشفت انك ممكن تقنع اللي قدامك بالحاجه اللي انت عايزها وفي نفس الوقت ممكن تقنعه برضه بعكسها. يعني مش هقدر اقنعك ان انا صح. كان زمان. استنى بس، انت لو عرفت الاستاذ الكبير بتاعي صدقني هتغير رايك. ده هو اللي بعتك هنا، اكيد هو ده اللي بيتصل. استنى بقى لما ترد عليه. ايوه يا باشا. عملتوا ايه مع منصور؟ شور عليا يا باشا، انت استاذنا. الواد ده لازم تخلصوا منه وبسرعه. اللي تشوفه يا باشا. قول لي طارق عارف حاجه؟ فؤاد بيه، هرجع اكلم سعادتك بعد 10 دقايق. ابوك كان اول واحد عمل الموضوع ده، عمله مع الحفني. طارق، لو فتحت بقك بكلمه واحده هتلوى شرف ابوك. بس كنت دلوقتي متضايق ان سمعه ابوك الكويسه بتطردك، صدقني هتضايق اكتر بكتير لما تبقى سمعه ابوك الوسخه هي اللي بتطردك. طرق زمان ما بقتش تنفع. ماشي، موافق. يبقى ايه بقى الحل؟ يبقى الحقيقه تدفع مع منصور وبعدين نبتدي من اول السطر. وانت عارف وانا عارف ان منصور لا هيسلم نفسه ولا هيستسلم للبوليس. يبقى ايه؟ يبقى طلقه ونخلص. الناس لما تغلط يبقوا مجرمين، واحنا لما نغلط نبقى صح. يا ابني احنا النظام، احنا الحكومه، الناس دي ما ينفعش معاها غير كده، وده لمصلحته. انت مش شايف البلاد اللي حوالينا بيحصل فيها ايه؟ بيقطعوا بعض ازاي؟ الاقوى هو الصح، الاضعف دايما غلطان. طارق، انت تنزل دلوقتي مصر تريح لك يومين ثلاثه وتنسى الصعيد خالص، لغايه احنا ما نكون خلصنا موضوع منصور ده نهائي. بعد كده هنقعد انا وانت وحمايه ونتفق هتكتب ايه في التقرير بتاعك. يلا يا بطل. أسألك أعمل إيه؟ تصرف زي ما ربيتني طول عمرك وأكشف الحقيقة وأشوه أقرب الناس ليا، ولا أتصرف زي ما اللي هو فؤاد بسولي ما كان بيتصرف لغاية تبرر الوسيلة وأسيب الحياة تضيع؟ أنت جاي تتهمني؟ أنت مش فاهمك. أنت اللي عملته ده هو الصح، ولو رجع بيا الزمن تاني هعمله تاني وتالت ورابع. صح ازاي؟ ما تعمل ليش زي اللي بيدافعوا عن حقوق الانسان والكلام الفاضي ده، وبيهاجموا الضرب في اسلام البوليس، وكلهم اول ما الخدامه تسرق منهم حاجه يدوروا وشهم من ناحية تانية ويقولوا عايزين حاجتنا، اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه بس حاجتنا ترجع لنا.
خلصنا على الإرهاب. السياحة شدت حيلها. الصعيد ما حدش بيسمع له صوت. الصعيد ما حدش بيسمع له صوت دلوقتي عشان انتوا دفنتوه. احنا دفننا المجرمين والإرهابيين، نظفنا منهم البلد. يا ابني أنا الأيام اللي فضلالي قليلة وحابل ربنا، بس حابله وأنا مش خايف، لأن عارف إن اللي عملته صح. قلقنا بقولك من دلوقتي لازم تبتدي تتخيل.